سموذي الكانتالوب بشربات الفراولة المنعش اللطيف جدا جدا جدا. اول حاجة عندنا تلج هنحطه، انا بس عايز اغسل ايدي عشان لو فيها ايه. اول حاجة عندنا تلج هنحطه في الخلاط، بس خلي بالكم الخلاط يبقى ينفع التلج يتجرش فيه، نخلي بالنا من الموضوع ده، مش كل الخلاطات ينفع. بصوا يعني انا ده ما ينفعش ادخله لحسن ايه كده كويس، ممكن نكسره كده بالشاكوش بتاع المطبخ الصغنن ده. تمام كده، نجيب جار كده او بوله واحط الكانتالوب، مش هحط له ميه خالص لان اوريدي التلج اللي انا هحطه هينزل حبه ميه، فعايزه كده يبقى العصير تقيل كده وحلو. ماشي، ولا حتى سكر ولا حاجة لان في شربات فراولة مش هنحط، ممكن تزودوا سكر. شايفين عامل ازاي؟ ريحته حلوة جدا. ضربة كده في الخلاط. اوكي. نحط كده ايه شربات الفراولة كده. بالطريقة دي. طبعا بيتشرب بشاليمون. فراولة او ورد او نعناع، بس انا صراحة بحب الورد والفراولة قوي. او بحطه كده، خلي بالنا ان احنا ما حطيناش خالص سكر، بنحطه بالطريقة دي كده او كده. الطريقة دي هينزله تحت زي ما انتوا شايفين، الطريقة دي بيعمله ميكس.